إعلان كل من أيرلندا وإسبانيا والنرويج عن اعترافها بالدولة الفلسطينية وأن هذا الأمر سيدخل حيز التنفيذ في 28 من الشهر الحالي جاء بعد اتصالات وجولات مكثفة أجرتها الدول الثلاث مع نظرائها في دول الاتحاد الأوروبي لاستمزاج رأيهم والدفع باتجاه توسيع عدد الدول التي من المفترض أن تعترف بالدولة الفلسطينية في إطار تأكيدها على أن ذلك من شأنه أن يشكل دفعة مهمة لعملية السلام ولحل الدولتين. وبالتالي البعض هنا يتحدث عن أن الأعداد مرشحة للاعتراف بالدولة الفلسطينية بالازدياد في ظل تأكيدات بأن هناك توافق أيضا مع دول كسلوفينيا ومالطا وربما بلجيكا وفقا لبعض المصادر الإعلامية الأوروبية. التأكيد بأن الأعين كلها ستكون منصبة على الاجتماع المتوقع في 27 من هذا الشهر هنا في بروكسل لوزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي لطرح الملف على الطاولة ولبحثه بشكل كامل وإمكانية الخروج بتوافقات أو مواقف موحدة لدول الاتحاد الأوروبي بهذا الصدد. الدول الثلاث إيرلندا وإسبانيا والنرويج بررت قرارها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية نظرا لأنها الدول التي احتضنت محادثات السلام بدءا بمؤتمر مدريد للسلام عام 1991 الذي احتضنته إسبانيا أو اتفاق أوسلو الذي احتضنته النرويج في عام 93 وكذلك إيرلندا والتي بدت وفية لمبادئها واقتراحها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية والتأكيد على أنها من بين القضايا التي اقترحتها منذ عام 1980 وهي الآن تفي بوعودها والتزاماتها. لم يصدر الاتحاد الأوروبي على الفور موقفا بهذا الخصوص وهذا يشي بأن هناك كثير من الاتصالات الدبلوماسية لا تزال مستمرة للحديث عن موقف موحد لدول الاتحاد الأوروبي. شهدي الكاشف الحرة بروكسل.